النتيجة لا نتيجة. فقد أخفق مجلس الأمن الدولي بعد ساعات من المشاورات المكثفة في الاتفاق على مشروع قرار حول سوريا، علما أن المحادثات كانت جيدة على أن تستأنف في وقت لاحق من الخميس على مستوى الخبراء، وذلك بحسب ما أعلن سفير ألمانيا في المنظمة الدولية بيتر ويتيغ. وأضاف ويتيغ أن الهدف يبقى الاتفاق في أقرب وقت ممكن على نص قوي وموحد يطلب من النظام السوري وقف العنف والقيام بحوار، موضحا أن أعضاء المجلس انكبوا على مشروع قرار قدمه الغربيون وطنوا صيغته الأصلية على تهديد بفرض عقوبات على الأسد. من ناحيته أكد السفير الروسي فيتالي تشوركين أن الدول الأعضاء لم تبحث تهديدات بفرض عقوبات، لافتا إلى الحاجة إلى إيجاد أرضية مشتركة، في وقت أعلن السفير الصيني لي باو دونغ أن القرار يجب أن يدفع باتجاه الحل السلمي ويشجع على الحوار. وكانت الدول الأوروبية سلمت في وقت سابق مجلس الأمن مشروع قرار جديد ينص على التلويح بفرض عقوبات على الحكومة السورية بدلا من فرض عقوبات فورية، ويرمي إلى تجاوز فيتو روسيا والصين. وبحسب مشروع القرار يطالب المجلس بوقف فوري لعمل العنف التي يرتكبها النظام السوري بحق المتظاهرين، كما يعرب عن تصميمه في حال عدم امتثال سوريا لهذا القرار على تبني تدابير بما فيها عقوبات.